لم يكن البكاء إلا ومضة من معاناتها مع مرض سوء التغذية الحاد الوخيم، حيث تستمر الطفلة أم العفيف ذو السنة والأربعة أشهر على هذه الحالة التي لا تبدو أفضل حظا من قرينتها نوران في الغرفة المجاورة التي لا تكاد تقوى على الحركة بعد أن أصبحت تعيش معركة متواصلة مع سوء التغذية. هنا حيث ترقدان في مستوصف الأنبوه بمديرية المقاطرة بلحق. عندي البنت هذه تعاني من سوء التغذية من يوم ما خلقت، يعني ما ترضعش أمها والحاجة، وخلقت على عملية، والآن سوء التغذية واصل، نحن نعالج هنا سوء التغذية ونقص الدم هذا. أنا العفيف عبد الرحيم، عمري 1 سنة و4 شهور، هذا نازح من إبيان، تعاني من سوء التغذية حاد. سوء التغذية الذي غدا انتشاره كمرض اعتيادي في معظم مديريات محافظة لحق بينها المقاطرة، حيث يأتي بالتزامن مع انخفاض القدرة الخدمية للمراكز الصحية بالمديرية، والتي تعاني من نقص حاد في توفير الأدوية والمستلزمات والكادر الطبي لتلبية حاجة المرضى القادمين من مختلف المناطق. لا يوجد لدينا كل الفحوصات التي يتطلب وجودها في المركز الصحي، مما يضطر الناس للمعاناة لقطع مسافات طويلة ومشقة السفر وأيضا تكاليف السفر إلى محافظة تعز أو محافظة عدن لإجراء الفحوصات، وأيضا عدم توفر طبيبة نساء ولادة هنا في المنطقة بشكل عام. مفروض وجود المستشفى الريفي يخفف كثير من معاناة المواطنين وتنقلهم وسفرهم إلى المدن. تطالب مديرية المقاطرة من الجهات الحكومية المختصة بسرعة التدخل وتأهيل مراكزها الصحية، كما يطالب أبناؤها بإيجاد مستشفى ريفي للمديرية في وقت يحاول فيه هؤلاء الموظفون الصحيون لتقديم خدمات إسعافية طبية ومضاعفة جهودهم رغم شح الإمكانات. سامح عبد الوهاب، قناة بلقيس.